فشل، وحكومتنا 83 وزير يزيدوا أثبتوا أنهم ناس فشلين. 83 نبلوهم ونعجنوهم ونخبزوهم ونطلعوش منهم وزير من جماعة برقيبة، الله غالب. هذا اللي تقول أنت، مش عيب الفشل باهي. أسمع، تعلم تسمع أنت، مش لك يتكلم القصاص تنجنوا، تعلموا تسمعوا. أما على قلوب الأقفالها أنت تتكلم على رأيك يا أخي الناس. أنا نتكلم هو الضغط ألفع، ما هو كلامي يدخل لك في العظم لأني نقول في الحق. اتكلم الرسول ما يكذبش وانت بتكذبوا. الرسول ما يكذبش، اللي نعرفه الأمانة بيها لي وجدي ما يكذبش، ما يسرقش، ما يتعداش، ما يظلمش. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكذبش، صلى الله عليه وسلم. ترى قولوا لي حاجة عملتوها سمحة 8 شهور في الحكم، قولوا لي حاجة عملتوها إيجابية لتونس. راهو مش عيب نقولوا نوريكم أخطائكم، مش عيب، اسمعوا بعقولكم مش بوذانكم. ما زالت لك دقيقة، اش بيكم؟ عقلوا، عقلوا ورزنوا. ما زالت لك دقيقة، مش عيب، مازال لي وقت كما عملت لهم. دقيقة، دقيقة، دقيقة. هاي سيد الوزير، بالله الذي لله بن علي كان يبعث زوز أعوان على الموبيلات يسرق له حامة، أنت تستنى فيهم من قدام جوك من تالي. هذا كلام تقولوا للشعب، شنو هذا حنين؟ اي هذا، هذا حنين، هذا حنين للزمان الماضي. جاه ربي كي نعادوا سفارة امريكا واوروبا غدوه ما لقوش يورو نشروا بيه سبيرينا لدرينا. اعطونا البديل يا ساده، ترى اعطونا، تفضلوا يا جهبذه الاقتصاد. انتم عندكم غير الثقه في بلادكم، تسوقوا فيها لاوروبا باش يجونا السواح. هذيك ايماجي خرجوها لاوروبا، تونس محروقه ودخل بعضها سايح ما عادش يجي. بالحلال ليلة عاد تلاقوا يتريسانس وتسوقوا بيك رهبكم مرصدساتكم وبياماتكم طلعوها اهربوا وقعدوا. خلي اسمعوا بالعقل، استعملوا عقولكم واتقوا الله في شعبكم. شعبكم راه ضحى ومات وخرجكم من الحبس وحطكم على السلطه. انتم مستوى حكام تونس، واحنا رانا نحترم الشرعيه. الشعب صح عليكم، كونوا في مستوى الشعب ومستوى الثوره، مش كل واحد يقول لكم راه كل حاجه خطا. انت خايف، انت جيوب الرده، انت تجمعي. لا انتم مش نهار وزير من عندكم قال ختمت مع بن علي 6 7 نوفمبر تنعملوا انقلاب جميل. وفاء وفاء الوقت يا سي ابراهيم، وفاء الوقت طول ما يقبلش كذب. اي وفاء الوقت يا سي ابراهيم، وفاء الوقت. عيب، رانا توانسه، رانا نفهموا بعضنا. جانا الف سياسي. شكرا يا سي ابراهيم، وفاء وقتك، وصل لنا، وصلت الرساله، بارك الله فيك. شكرا يا سي ابراهيم. اذا توا نمروا لسي بعد سي ابراهيم القصاص.